نيجي بقى للنقطة اللي بتحير الناس شوية، انا هحط سعر الكورس بتاعي ازاي؟ هنتكلم في الفيديو ده عن الـ Pricing Strategies. الكلام اللي بنقوله ده هي يعني تعتبر Best Practices او مجرد مقترحات، لكن مفيش حاجة كده اللي هي بالمسطرة Checklist 1 2 3 هنمشي عليها هنعرف بالظبط احنا هنحط سعر الكورس بتاعنا ازاي. الكلام ده يمشي لو انت بتتكلم على السنتر بتاعك او بتتكلم على الكورسات الفريلانس اللي انت تعملها باسمك مش مع كيان يعني. فنبدا بقى في ان احنا نحط السعر بتاعنا. اول حاجه انت لسه اسمك ما بقاش معروف في السوق كفايه، فانت محتاج تمشي مع الماركت افريج. طيب اعرف ازاي متوسط سعر السوق؟ الموضوع بسيط جدا، حاجه اسمها ميستري شوبر، ان انت بتبقى متسوق خفي او انت مشتري خفي. بتحصل دي ازاي؟ بتشوف مين المنافسين بتوعك، مين المدرسين اللي بيدرسوا نفس الحاجه بتاعتك، مين السناتر اللي في نفس مجالك، وتبدا تتواصل معاهم كانك عميل عادي جدا. تتصل على الخط الساخن بتاعهم، تبعت لهم على الفيسبوك، تبعت لهم على الواتساب، بتشوف كل واحد وطريقه التواصل بتاعته ايه وبتتواصل معاه. تسالهم بقى على تفاصيل التفاصيل، تسال ايه هو الكورس، مدته، مين الانستراكتور، الكونتنت بتاعه او الماتيريال اللي هتتشرح، الماتيريال اللي انت هتستلمها ولا هتشتريها من مكان تاني من بره، السعر شامل امتحان تحديد المستوى ولا ليه تكلفه منفصله، شامل الماتيريال ولا ليها تكلفه منفصله. كل حاجه محتاج تسال عليها بتسال وتعرف تفاصيل، وتبقى معاك كده زي شيت بتحط فيه والله الشركه الفلانيه او مركز التدريب الفلاني بكل التفاصيل بتاعته، الشركه دي بكل تفاصيل، فهو يبقى جدول كده حاطط فيه اسم الكيانات المنافسه كلها والصفوف بتمثل البنود اللي انت بتقارن بيها، سعر الكورس، مدته، الماتيريال وهكذا كل الحاجات. فبتشوف كده الحاجات دي. طيب هل انا اتصل بنفسي او هل انا اتواصل معهم على الفيسبوك بنفسي؟ يفضل انك تحاول تعمل ده باكاونت تاني، حد قريبك مثلا هو اللي يعمله، بايميل حد تاني. لو بتتصل بخط ساخن هم مش بتفرق يعني، محدش بيبقى عارف مين اللي بتتصل او، لكن لو بتبقى على الفيسبوك فبعد كده انت نجمك هيعلى وهتعلي عليهم وهتبقى منافس قوي ليهم، فميقولوش ده هو كان بيبعت لنا زمان الحاجة دي. وان كان دي ما فيهاش اي حاجة خالص، انت ما ضحكتش على حد يعني، حتى لو رحت حضرت عنده كورس بنفسك عشان تشوف طريقة تقديم الكورس، طريقة التعامل وفرش المكان والحاجات اللي هم جايبينها، السبورة، الكراسي، عادي جدا محدش يقدر يلومك على اي حاجة من الكلام ده. فدي اول نقطة ان احنا بنعمل الماركت ريسيرش باننا بنشوف المنافسين. ممكن برضو تكونسلت حد قديم في المجال او حد كبير، يعني مثلا لما بتيجي تتكلم مع ابلة بسمة وتسألها على اي حاجة، والله يا ابلة بسمة انا جايلي الكورس الفلاني مع كوربريت وعايزيني ادرب السي ليفل مانجرز اللي هناك على الانجليزي، احط السعر بتاعي كام؟ والله انا هبدأ في تدريس التوفل بريباريشن، احط السعر بتاعك. فممكن تكونسلت مع حد قديم برضو يقدر يساعدك بخبرته وان هو عدى على الحاجات دي كلها. فدي اول حاجة الماركت ريسيرش. طيب عرفت الماركت ريسيرش ان مثلا الكورس ده بيتحدد مثلا الساعة بمئة جنيه، هنفترض ان ده المبلغ يعني اللي انت وصلت له في المجال بتاعك. الموضوع ده بيختلف من مادة للتانية، يختلف انت بتدرس الحاجة دي بالعربي ولا بالانجليزي، يعني بتدرس رياضة غير بتدرس ماث، بتدرس علوم غير بتدرس ساينس. فده ليه عامل. عامل تاني وهو النظام التعليمي اللي انت بتدرس فيه، هل انت بتدرس ثانوية ازهرية ولا ثانوية عامة ولا اي جي ولا انترناشنال بكالوريا ولا حاجات كتيرة جدا. فممكن يبقى نفس المادة بنفس المحتوى بتقدمها للثانوية العامة مثلا حصة ب 50 جنيه بتقدمها في الاي جي ب 150 او ب 200 جنيه، فانت على حسب الماركت افريج لكل سوق انت بتستهدفه. بعد ما عرفت الماركت افريج ده بقى انت بتحط السعر بتاعك في نفس المستوى ده، يعني لو الساعة ب 100 هتحط انت يا ب 90 يا ب 110 يا ب 100، لكن مش هتحطها ب 50 ومش هتحطها ب 200. ليه؟ لان انت لازم تعمل بوزيشننج لنفسك من اول يوم ان انت بتقدم بريميوم سيرفيس، مش بتقدم حاجه نص كم. الناس للاسف بيشوفوا ان الحاجه اللي سعرها اقل يبقى ده اكيد معيوبه، دي حاجه فيها حاجه غلط. وده يعني انا بقول لك للاسف لانه حصل مع ناس قريبه جدا 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 الموضوع، ان ايه ده هو ليه الكورس بتاعك ب 1000 جنيه بس مع ان حد تاني بيقدمه ب 4000؟ هو ايه اللي ناقص عندك؟ بنفس اللفظ ده، هو ايه اللي ناقص عندك؟ هو انا غلطت ان انا بحاول اساعد وبحاول اراعي الناس وبحاول وبعدين تتفاجئ ان الناس مش محتاجه حد يراعيها؟ لا، هو لو عايز يشتري ايفون ولا عايز يجهز بنت ولا عايز بيروح يعمل جمعيه وبيستلف وبيضيق على نفسه في مصاريف تانية عشان يجيب حاجات كماليات مش حاجات مهمه. فحط سعرك بدون مراعاه ان لا ده السوق والناس ومش هتقدر ومش عارف ايه،
ما بقولش ان انت تبقى سفاح، ما بقولش ان انت اللي هو ايه هندبح الناس بالفلوس، لا انت هتحط سعر، ولو جات لك كيس محتاجه انت شايف ان هو يستحق انك ممكن تنزل السعر او تعمل اي تخفيض ممكن تعمل ده، مفيش مشكله، بس انت محتاج تبقى واضح من الاول ان انت بريميوم. فدي النقطه. النقطه الثانيه ان لو انت بدات قليل فهتفضل انت محطوط في البوزيشن ان انت قليل هنا، بس الناس دي في حته وانت في حته، لا انا زي الناس دي من اول يوم، احنا انا منافس ليهم راس براس، وبعد كده انا هعلي عليهم كمان لما ابقى اسمي معروف وليا كريديبيليتي وليا تيستيمونيالز من الناس اللي حضرت معايا وليا اسمي في السوق، انا كمان هبقى اعلى من الماركت افريج، انا هبقى اسمي الترند سيتر، انا الماركت ليدر مش ماركت بلاير، انا ليدر في المجال ده وانا اللي بحط السعر وانتوا اللي بتمشوا عليه. جو بقى نمبر 1 والحركات دي عادي هتحصل بعد كده لما ربنا يفتح عليك باذن الله وتقدر تشتغل على السوق بتاعك اكتر، سواء كفريلانسر او كصاحب عمل. فدي اول نقطه، ان انت عندك الماركت افريج وبنحط السعر بتاعنا على المستوى ده. بعد ما عرفنا الماركت افريج وحطينا السعر بتاعنا وان فعلا لو السعر عالي فهو بيقابل جوده اعلى، وان احنا بنوضح ده للناس، وان لو حد سالك لا ده في ارخص، والله في ارخص واكيد ده موجود والسوق كبير وفي بدائل كتير، بس احنا عندنا الكواليتي بتاعتي 1 2 3، بقدم لك الحاجات الفلانيه بالفيدباك بحاجه كاستمايزد 1 to 1 بمش عارف ايه، وتحط الاسباب اللي ليه السعر بتاعك اعلى، لان انت مش هتقدر تعمل يعني دراسه حاله لكل واحد وتعمل له خصم او الكلام ده. فكان ده الماركت افريج. النقطه الثانيه بقى هي انك تعمل حاجه كوست بيزد، ان انت هتشوف برضو الماركت افريج ده خلاص انا عرفته وعرفت انا هبقى ماشي في الرينج ده، طيب بس ممكن برضو احتاج ان انا اشوف الكوست اللي بتقع عليا عشان اقدم الكورس ده بتبقى قد ايه، لو انا كفريلانسر او لو انا صاحب مكان او صاحب سنتر كورسات. فلو انت في سنتر كورسات انت محتاج تحط في بالك الايجار بتاع المكان، الفرش اللي انت هتجيبه، الاثاث اللي هتجيبه، مصاريف ميه وكهرباء وغاز وانترنت، مصاريف الموظفين اللي هيكونوا معاك في الشركه، كل الحاجات دي اي حاجه انت هتصرفها لازم تكون حاططها في الكوست ستراكشر بتاعك. ولو انت كفريلانسر انت قاعد في البيت وكده كده البيت كله بيدفع مش عارف ال 140 ولا ال 200 جنيه بتاعه النت في الشهر، وكلنا بندفع فاتوره الكهرباء بتاع، بس انت لازم تحط في اعتبارك ان دي جزء من مصاريف بتاعه البيزنس بتاعك انت، حتى لو انت فريلانسر قاعد بتدي الكورس من على السرير لازم تعمل حسابك ان في نت وكهرباء وميه وغاز والربكه اللي بتعملها للبيت كله، وتقول للولاد يهدوا صوتهم وتقول لزوجتك تهدي صوتها، كل الحاجات دي عشان ده جزء من الكوست اللي انت بتدفعه. ده انا كده انا بتكلم في الدايركت كوست. في بقى الاندايركت اللي هي وقتك ومجهودك وخبرتك اللي انت قعدت تدرس وقعدت تكون العلم ده كله عشان تقدر تديه للناس بعد كده، فده ليه جزء كمان بتقيمه ان تحط سعر ده على الكورس. فتتاكد ان انت بعد ما هتحط السعر بالنسبه للماركت افريج يكون برضو عامل زياده عن الكوست بتاعتك، ما تبقاش انت صارف على الكورس 200 جنيه وتبقى عايز تقدمه ب 110، لا يبقى انت محتاج انك ترفع السعر شويه او ان انت تقلل الكوست شويه، تشوف بقى ايه اللي احنا دافعين عليه فلوس كتيره كده ومش عارفين نعوضها. فممكن تبقى في حاجه انت صارف عليها كتير وهي مش مستاهله كل ده، مثلا ان انت مشترك في باقة انترنت كبيرة اكبر من اللي انت بتحتاجه اصلا، مثلا انك معين ناس كتيرة زيادة عن اللي انت عامل حسابك عليه في البداية على الاقل، مثلا ان انت في ادوات ومعدات اشتريتها في البداية انت مش محتاجها. يعني في ناس كده اول ما تبدأ انا لازم هبدأ اونلاين ولازم اشتري بروفيشنال كاميرا وبروفيشنال مايك واشتري لايتنينج سيستم وكروما وكرسي، الحاجات دي هتيجي والله هتيجي، بس في الاول احنا محتاجين نبدأ بابسط ادوات نفاليديت الفكره ان احنا مناسب ان احنا نشتغل اونلاين ولا لا، مناسب ان احنا نبقى فريلانسرز وشغلنا. في ناس بتدي كورسات الساعه 4:30 بعد الفجر والساعه 12 بعد نص الليل عشان هو بيشتغل فريلانسر، ما هي انت دلوقتي بتشتغل مع واحد فرق التوقيت ما بينك وما بينه ممكن يبقى بالست ساعات، لو حد مثلا في امريكا انت بتتكلم في فرق توقيت كبير، سواء انت هتدرس له بقى عربي لابناء المهاجرين او ابناء المصريين في المهجر يعني او كده بتدرس لهم دين، فانت ممكن يبقى في فرق توقيت كبير ما بينك وما بينهم، وممكن يبقوا مصريين معاك بس هو دلوقتي مواعيده بيصحى عايز يروح شغله فعايز ياخد الكورس قبل الشغل، او بيرجع متاخر من الشغل فعايز ياخد الكورس بعد ما العيال تنام، او ام مثلا وبعد ما تخلص شغل البيت ومذاكره ولادها ومش عارف ايه عايز تاخد الكورس بالليل وهكذا. فهل انت هيكون مناسب معاك الستايل بتاع الاونلاين تيتشنج ولا لا؟
لو لقيته مناسب انفست فيه بقى براحتك، وهات اشتري لك شقه مخصوص اقعد فيها ادي فيها الكورسات، ولما تخلص ترجع الشقه البيت بتاعك عادي وسط اولادك. فده الكوست ستراكشر اللي لازم يكون موجود في حسبانك وانت بتحط البرايسنج بتاع الكورسات بتاعتك. العدسه الثالثه اللي بنبص بيها على البيزنس او على التسعير بتاعنا هي الفاليو بيزد. انا دلوقتي خلاص حطيت الكوست بيزد وحطيت الماركت افريج، لكن في فاليو زياده. انت لما هتدرب واحد صاحب شركه وعنده مثلا 40 50 موظف وعايز الانجليش بتاعه يبقى كويس، غير لو انت بتدرب جونيور لسه خريج امبارح وعايز يشتغل في شركه وعايز الانجليزي يبقى بتاعه كويس. فانت ممكن مش هقول ان انت يعني هتضرب السعر بقى في 3 عشان ده بيزنس وبتاع، لكن الشغل مع حد كبير زي ده هيستهلك منك وقت ومجهود وتحضير كبير، لازم يبقى بيوازي ده زياده في السعر. ما يبقاش الكورس اللي بتقدمه للطلبه او الكارير بيلدرز اللي لسه خريجين جداد هو هو نفس السعر اللي بتديه للسي ليفل مانجرز في شركه، لازم الموضوع يبقى موازي. الراجل ده انت هتجيب له ماتيريال زياده، هتحضر له فيديوهات وانبوت سيشنز اكتر، هتحضر له مواعيد خاصه بيه، ممكن تبقى بتحتاج تروح له الشركه عنده هو، ممكن تحتاج انك لو بتدي الكورس ده في سنتر انت بتاجر قاعه في مكان بسيط، هتحتاج ان الراجل ده مش هيجي بقى في سنتر الكورسات اللي هو حاجه بسيطه، لا محتاج تجيبه في كووركن سبيس غاليه في كافيه كبير. فانت هتنفست علشان الكورس ده يطلع بصوره كويس، يبقى في المقابل انت الفاليو اللي انت هتقدمها له برده ليها تاثير كبير، لازم يبقى الموضوع ده بيرفلكت في السعر اللي انت هتحطه. كمان الكارير بيلدر ده هيروح يشتغل كانتري ليفل هياخد له 5000 جنيه 8000 جنيه، لكن صاحب الشركه ده لما يبقى بيسافر الصين ولا بيسافر امريكا وبيستورد حاجات وبيعمل ديلز وبتاع، الانجليزي هيساعده ان بدل ما كان مثلا بيكسب 50000 جنيه هيبقى بيكسب 150000 جنيه، فانت بتضيف له قيمه كبيره، هو هيكسب، ما يبقاش هو بيكسب وانا بخسر، ما احنا لازم احنا الاثنين نبقى بنكسب يعني. فالفاليو بيزد دي مهمه جدا جدا برضو مع الاخذ في الاعتبار الماركت افريج. ما ينفعش يبقى مثلا السوق كله بيقول ان الراجل ده هياخد مثلا كورس ب 6000 جنيه واروح انا قايل له ب 10، لا ممكن السته تبقى 8 تبقى 7، لكن ما بقاش انا فتحت جامد قوي انليس برضو ان انا الراجل الجامد زحليقه اللي هي البراند بتاعي اللي الناس بتيجي على اسمي، وده بيحصل بس واحده واحده. انا هنا بتكلم على المستوى اللي في الاول، وبعد كده هنبقى احنا الترند سيتر واحنا اللي هنمشي السوق على حسب الكلام بتاعنا. ده كان الكلام عن البرايسنج استراتيجي من ابعاد مختلفه، الماركت افريج، الكوست بيزد، والفاليو بيزد. كل ده بيبقى في بالك، وفي الاخر انت ممكن تطلع بحسبه ثانيه خالص بعيده عن كل ده، بس لازم الجزء الثيوريتيكال ده يبقى في بالك عشان وانت بتحدد السعر تبقى عارف برضو انت فين من الافريج اللي في السوق، وتبقى عارف هل لو المبيعات بتاعتك قليله ده بسبب السعر ولا بسبب الجودة ولا بسبب التسويق ولا بسبب حاجات تانية، لان موضوع التسعير ده ليه عامل اساسي، فيبقى برضو في بالك هو بيتحسب ازاي. بالتوفيق ان شاء الله في الشغل بتاعك، واتمنى لك كل الكورسات الكبيرة تبقى معاك وتقدر تحط اسعار اعلى من اللي انت كنت بتاخدها قبل كده، ومع الوقت تقدر تزود سعرك ويبقى ليك اسمك في السوق والناس بتيجي على اسمك انت بالذات.